دكتور، النهارده موضوع حلقتنا يعني يعتبر موضوعين. اول حاجه بنتكلم عن الرضاعه الطبيعيه واهميتها للام او بصحه الطفل كمان، تمام. والموضوع الثاني كان عن الاحتضان او الكفاله، تمام. فعايزه كده في البدايه اسالك، عايزين نعرف يعني ايه رضاعه طبيعيه، وهل كل ام بتبقى مؤهله انها ترضع طبيعي؟ سؤال حلو جدا. فعلا هي كل سيده قادرة على ان هي تقوم بوظيفتها الطبيعية من الولادة والرضاعة الطبيعية، دي وظيفة طبيعية ربنا خلقها في جسمنا علشان نقدر نقوم بيها، بس هي على قد ما هي وظيفة طبيعية لكنها محتاجة انها نعلمها لحد، يعني محتاجة دي مهارة، محتاجة ان احنا نعلمها للناس بطريقة صحيحة، ليها آلية مظبوطة، ليها علاقة بالطفل وليها علاقة بالأم نفسها، لازم تبقى الأم نفسها على دراية بالمهارة دي، نعلمها لها مش بس عن طريق الغريزة والفطرة لوحدها، لكن هما الاثنين يعني عاملين الاثنين اساسيين لنجاح الرضاعه الطبيعيه. طب يا دكتوره، احنا قلنا في البدايه انه لو الام تعبت بعد الولاده من الرضاعه، يعني ازاي الام ترضع بدون الم؟ فاحنا قلنا لو راحت لدكتور النساء مش هيفيدها، لو راحت لدكتور الاطفال مش هتفيد. فاحنا ايه دور طب الاسره بقى في الرضاعه بدون الم؟ طيب، هو نتفق اولا ان الرضاعه الطبيعيه الاساس فيها انها ما ينفعش يكون فيها الم، لا يمكن ان يكون في الم مع الرضاعه، طالما ظهر الم مع الرضاعه يبقى في حاجه غلط حصلت في الرضاعه، سواء كان من الام نفسها او من تعلق الطفل بيها نفسه. يعني طريقه تعلق الطفل بالام بيبقى بطريقه بسادي الام بالظبط، هو اللي بيبقى فيه خطا يؤدي الى الالم، ولكن اذا اتعلمنا الام مهاره الرضاعه الطبيعيه بشكل كويس جدا هي مش هيبقى فيها اي الم. يعني تمام، ده دور طب الاسره اللي حضرتك بالظبط بتقولي كده يعني. وده بيبقى الدور بتاعنا لما بنأهل الام ليها اثناء فتره الحمل بتاعتها، يعني انا اهلها للكلام ده في فتره الحمل بتاعتها، ازاي تبقى مستعديه لاستقبال البيبي، وازاي تحطه على صدرها بطريقه صحيحه، هي اصلا تبقى قاعده بطريقه صحيحه وتحطه على صدرها بطريقه صحيحه، بحيث ان هما الاثنين يقدروا يتكيفوا مع بعض ويتعاملوا مع بعض. ودي بقى ليها اشتراطات كثيره جدا بنقعد نعلمها، لانها مختلفه من ام لام ومن طفل لطفل ومن نفس الام الاكثر من طفل من اطفالها.